السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. مشاهدي الكرام، كالعادة نسعى لتقديم كل ما هو جديد ومميز. اليوم حلقتنا مواضيعنا حتكون مختلفة ومتنوعة، حنتناولها من استديوهاتنا في جدة والرياض. أما بالنسبة لجدة، حنتعرف على مواضيعنا من خلال زميلتي سامية اللي حمسي عليها الآن. يسعد مساك يا سامية. مساء الخير خلود، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف كان يومك؟ الحمد لله تمام. إيش مواضيعنا اليوم؟ مواضيعنا اليوم مساء الخير مشاهدينا الكرام، هنناقش اليوم موضوع السماح للدخول المرأة السعودية إلى الملاعب، ولكن في البداية أمسي على زميلتي رنيم. مساء الخير رنيم. مساء الخير سامي، ومساء الخير خلود، وطبعا أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالنسبة لي من الرياض اليوم نتكلم طبعا مع ضيفنا الدائم عن الطرق الصحية والصحيحة لإدارة الخلافات الزوجية، كيف الخلافات ممكن أن تحل دون أن تتحول إلى معركة كبيرة أو إلى مشكلة أكبر لا سمح الله. هذا طبعا إلى جانب العديد من المواضيع المتنوعة التي تهم كل امرأة وأسرة عربية. لكن الآن أرجع لكم سامي وخلود، وطبعا نبدأ معكم فقرات سيدتي لليوم. شكرا لك يا رنيم، وإحنا بانتظار فقراتك الشيقة، وبالتأكيد عندنا المزيد من الفقرات المتنوعة. لكن قبل البدء خليني بس أذكر مشاهدي الكرام بمتابعة حلقات سيدتي عبر صفحتنا باليوتيوب، كذلك لا تنسونا من تعليقاتكم واقتراحاتكم اللي دائما ما نستغنى عنها عبر صفحتنا كمان في الفيسبوك وتويتر. لكم العنوان. في سيدتي اليوم، ما هي الطرق السليمة لإدارة الخلافات الزوجية؟ السعودية تحدد 5 شروط للسماح للمشجعات لدخول الملاعب. مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. مشاهدينا الكرام، احنا تعرفنا على اهم عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم. هنبدا باول فقره وكالعاده مع ابرز اخبار السعوديه. هنبدا باول خبر اللي كان بعنوان، وكان من صحيفه الشرق، بعنوان المراه تحل في مركز متقدم على مستوى العالم في نسبة المشاركة السياسية للمرأة. طبعا خبر جميل، لكن خلينا نتعرف على تفاصيله. تفاصيل الخبر: احتلت المملكة في مركز متقدم على مستوى العالم في نسبة المشاركة السياسية للمرأة. جاء ذلك في بيان صادر أو أصدره الاتحاد البرلماني الدولي أمس حول خارطة العالم لمستوى مشاركة المرأة السياسية أو المشاركة المرأة في السياسة، وحصلت المرأة السعودية فيها على أعلى مركز متقدم بنسبة تمثيل وصلت إلى 19.9%، مبينا مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن أطراد بأن هذا التقدم يعود بعد الله سبحانه وتعالى لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التاريخي بتخصيص 30 مقعد للنساء في عضوية مجلس الشورى. طبعا احنا بنتمنى لكل النساء انهم يعني ياخذوا مزيد من المناصب وتحتل بعد كده المملكة مراكز متقدمة اكثر من ذلك، ولا شايك يا سامية؟ اكيد نتمنى ذلك بالتاكيد. بالتاكيد اكيد. عندك خبر ثاني؟ ايوه بالضبط. الخبر الثاني من وكالة انباء او ان اي بعنوان 11 شخصية في منتدى المرأة الاقتصادي، وفي التفاصيل تستعرض 11 شخصية سعودية وخليجية واقع القطاع الاقتصادي النسائي في المملكة من خلال جلسات عمل منتدى المرأة الاقتصادي 2014 الذي تنظم غرفة الشرقية نسخة الرابعة منه تحت شعار بناء المستقبل برؤية المرأة، برعاية من حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، ويحتضنه المقر الرئيسي للغرفة بالدمام. وقال أمين عام الغرفة عبد الرحمن بن عبد الله الوابل إن المنتدى الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 9 و10 من أبريل الجاري يقدم 4 عناوين رئيسية في جلسات نقاش تتحدث فيه المشاركات عن أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه القطاع هذا. ويناقش المنتدى خلال جلساته 4 محاور رئيسية، وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والمرأة في القرار الاقتصادي، والمرأة ثروة اقتصادية، والمرأة السعودية خطوات واثقة نحو المستقبل. طبعا هذا الأخبار طبعا كلها احنا ملاحظة أن المرأة مستحوذة على أخبارنا لهذا اليوم. فخلينا ننتقل لخبرنا الثالث اللي أعتقد كمان للمرأة دور كبير فيه كالعادة، بنهتم بشؤون المرأة. خبرنا الثالث من صحيفة
عكاظ غدا إدخال رغبات الوظائف لبديلات المشمولات بالأمر الملكي. تفاصيل الخبر: أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح النظام غدا الأحد لإدخال الرغبات وتحديد نوع الوظيفة تعليمية أو إدارية، وذلك للمعلمات البديلات الحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة وما تبقى من خريجات معاهد المعلمات وفق الشروط والضوابط الخاصة بشغل الوظيفة. وأفادت الوزارة أنه سيتم ترشيحهن للوظائف التعليمية وفق شروط التعيين، والتي تتضمن اجتياز اختبار القياسي والتعيين وفقا للاحتياج المكاني واجتياز المقابلة الشخصية وفحص اللياقة الطبية. وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن للبديلة اختيار جميع الرغبات المتاحة، علما بأن اختيار الرغبة ليس شرطا لتحقيقها، وإنما يتم التوجيه حسب المفاضلة بين المرشحات. أما بالنسبة للوظائف الإدارية فتختار المرشحة إدارة تعليمية واحدة. وبينت أن من لا ينطبق أو تنطبق عليهن شروط شغل الوظيفة التعليمية أو من ترغب باختيار الوظائف الإدارية فمتاح لهن اختيار تلك الوظيفة وفق رغبة البديلة المكانية. هذا بالنسبة لخبرنا الثالث. عندي خبر غريب شوية. إيش هو؟ الخبر بعنوان سعودية ترفض بيع برقعها بألف يورو. في التفاصيل، رفضت المواطنة السعودية أم نورة وهي من سكان محافظة الأحساء بيع برقعها إلى سيدة من جنسية أوروبية بمبلغ مالي كبير وصل إلى 1000 يورو، أي بما يزيد على 5000 ريال سعودي، رغم أن قيمته في السوق لا تتجاوز 20 ريالا، على اعتبار أن برقعها هو هويتها ورفضها، ليس لأنها لعدم وجود بديل لديها، بل لشعورها بأنه حين توافق فإنها ستبيع هويتها. والله أحييها، تصدقي حتى هذا حسيت أنه يعني برقع ممكن هي تشتري ب 20 ريال من السوق، قيمة المعنوية. أنت عارفة يعني كم هي طلبت أو تبغى تدفع لها؟ 2000 يورو؟ 2000 يورو تقريبا. 2000 يورو أوكي. أو 1000 يورو. 1000 يورو عفوا. 1000 يورو، طب يعني هذه بتعادل للسعودي مبلغ كبير، كان بإمكانها تأخذ 1000 يورو تشتري 300,000 برقع تاني. بس هي قررت إنه هي يعني تتمسك بهويتها، ويعني شيء والله عظيم جدا، إحنا نحييها عليه. عموما سامي، تهيألي هذه كانت كل أخبارنا لهذا اليوم. خلينا إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الجولة في أبرز أخبار المملكة ننتقل لفاصل قصير ونعاود باقي فقرات التي خلكم معنا. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، ما هي الطرق السليمة لإدارة الخلافات الزوجية؟